رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم يلاقي نفسه بيشوف كويس جدا من غير اي مشاكل، تبقى فكره حلوه كمان لو ما بيلبسش نظاره. طيب بقالنا فتره طويله قوي بنتكلم على الليزر والليزك وكل العلاجات اللي بتصحح الابصار. طيب انهي فيهم كويس؟ لان كله في الاخر المفروض يؤدي لان انا واحده اصحى من النوم او اشوف بشكل طبيعي او بطريقه طبيعيه، وده طبعا زي ما بقول لكم بيخلي الواحد حاسس بقمه السعاده اللي في الدنيا ان انت شايف كل البني ادمين اللي قدامك يعني بشكلهم الطبيعي، تقدر ان انت تقرا وتقدر ان انت تمارس حياتك الطبيعيه من غير اي مشاكل تعني. الليزر، الليزك، فيمتو ليزك وكل الانواع دي كلها، ايه الفرق ما بينها وايه علاقتها بالميه البيضاء؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده مع دكتور عاصم زهران استشاري علاج ضعف الابصار والميه البيضاء. واحب بس افكر حضراتكم ان رقم الاس ام اس هينزل حالا على الشاشه لو حضراتكم عاوزين تسالونا اي سؤال. مساء النور يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا دكتور. انا عارفه ان الطريق كان فيه مشاكل كتير قوي بس كويس ان انت نورتنا النهارده. الله يخليك، منور بوقتك. ميرسي يا دكتور. دلوقتي احنا عارفين الليزر زمان، الليزك دلوقتي بقى فيه الفيمتو ليزك، وفي حاجه كمان بعد الفيمتو ليزك فيمتو سمايل. ايه الفرق ما بين الحاجات دي كلها وهل كل ده بيصحح الابصار بطريقه كامله ولا لا؟ هو بس هو نعرف فكره اصلا الليزر ايه في اصلاح ضعف النظر سواء كان اكزايمر ليزر اللي هو اسمه الليزك او الفيمتو ليزر. الفكره هو ازاله جزء من نسيج قرنيه العين يعادل درجه ضعف الابصار. في حالة قصر النظر الجزء ده بيشال من السنتر أو من نص قرنية العين، بيعمل كأنه عامل حفرة محددة المعالم تعادل قصر النظر. طول النظر بيبقى بياكل أو بيشيل هذا الجزء من النسيج من أطراف قرنية العين، فيخلي السنتر بتاعها عامل كأنه هرم أو بيزود التحدب بتاعه فبيعالج طول النظر. فهي دي الفكرة بتاعت الليزر سواء ده أو ده. الفكرة بقى اللي هو اكزايمر ليزر او اللي اسمه الليزك ده ان هو بياكل هذا، يعني بيعمل الحفره دي عن طريق التبخير، انه بيشيل جزء من النسيج عن طريق التبخير. الفيمتو ليزر بيبقى قاطع، بيعمل كانه بيعمل عدسه محدده المعالم داخل نسيج قرنيه العين، ده اللي هو بيعادل برضه ضعف النظر. فالفكره بتاعه ده وده هو ازاله جزء بيعادل الضعف، بس الفكره الطريقه مختلفه. الميزه بقى الفيمتو ليزر الجديده لان هو الصيحه اللي هو حاليا بنتكلم فيها، يعني في الغالب يعني الليزك بدأ ينقرض بطريقه او اخرى لان بقى في حاجه اكثر امانا منه، انما هو بيجيب نفس النتيجه. الليزر عشان احنا قلنا بيشيل بالتبخير، فانت لازم بتفتح له سكه عشان يشيل النسيج، بتعمل شريحه عن طريق مشرط دقيق جدا بيشيل جزء من نسيج قرنية العين كشريحة وتترفع وتقوم ضارب الليزر جوه النسيج. يعني لو قلنا مثلا الجلد كده، لو الدايرة دي خدنا دايرة في الجلد وقلبناها هنلاقي الأحمر اللي هو اللحمة اللي هو النسيج الداخلي بتاع القرنية. ده اللي الليزر أو الإكزايمر ليزر بيضرب فيه، بيشيل اللي هو درجة ما يعادل ضعف درجة الإبصار، وترجع الشريحة دي تلزق مكانها. في الليزك أو كلمة ليزك الشريحة دي كانت بتعمل بمشرط دقيق جدا. لما تطور الموضوع بقى فيه فيمتو ليزك، بقت الشريحة دي بتتعمل عن طريق الفيمتو ليزر، فبدأت تبقى أكثر دقة وبقى الأمان بتاعها عالي، والميزة بتاعتها إن قوة الالتئام بتاعتها أقوى 250 مرة من الشريحة اللي كانت بتتعامل بالمشرط. فبقت أكثر أمانا جوه العملية، وبعد العملية الالتئام بتاعها بقى قوي جدا، فبقت بتعادل يعني الفيمتو سمايل او اللي هو التكنيك الجديد. الفكره بقى الفيمتو سمايل نفسه ان هو الشريحه او العدسه دي بيعملها داخل النسيج بتاع القرنيه من غير ما نعمل شريحه. وبيعمل فتحه 2 مللي بنشيل منها هذا النسيج، فصلح لنا الدرجه من غير ما نعمل قطع في القرنيه، لان اخر بالتالي مفيش مشرط مفيش مشرط. الحاجه الثانيه مفيش قطع خالص في القرنيه. يعني كانك عملتي مثلا المراره بالمنظار، عملت ثقب في جدار البطن وقمت شايله مثلا المراره مثلا او الجزء اللي انت عايزه تشيليه، فما اثرتش في الجدار بتاع قرنيه العين، فقرنيه يلاقوا ان هي محتفظه بالصلابه بتاعتها. فبدات ميزه الفيمتو سمايل غير ان هو اكثر امان، ان انت مش عامل شريحه، ان بقت بتصلح لحد 14 درجه قصر نظر. احنا في الليزك كنا بنتكلم من 6 الى 7 درجات، يعني مش مستحب يبقى اكتر من كده.
انما في الفيمتو سمايل وصلنا 14 درجه قصر نظر فعلا. الحاجه الثانيه كنا بنشترط ان سمك معين في قرنيه العين عشان تعمل له الليزك. الوقت بقى في السمك حتى اقل من اللي هو مسموح بيه في الليزك، بتصلح بيه درجه عاليه في الفيمتو سمايل. حلو قوي. احنا بس هناخد سلوى على التليفون ونرجع نكمل كلامنا. يا استاذه سلوى مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي يا فندم. اهلا اتفضلي. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا فوق الستين وعملت عمليه ميه بيضه في الاثنين، بس اللي بحاصل ان انا بشوف كويس جدا، بس الارقام ما بشوفهاش. نمره 2 ان الدنيا بقت زرقاء، يعني اتزرقت شويه يعني الاول، وفي عين مكسوره. هل هو دوت يعني طبيعي ولا مش طبيعي؟ وهل اراجع الدكتور او ما راجعوش؟ وبعدين البس نظاره او ما البسش؟ انا كنت بلبس نظاره، دلوقتي انا ما بلبسش. حضرتك تنصحني بايه؟ بشكرك جدا يا استاذه سلوى، والدكتور هيرد عليكي حالا. طيب، هي كان عندها مدام سلوى فيروس سي، وعملت عمليه المايه البيضه، وهي ما بتشوفش الارقام كويس، والدنيا عندها زرقاء شويه. هي قصدها بالارقام الحاجات القريبه، مش الارقام اللي هي مش شايفه ارقام ميته، هي مش شايفه الموبايل. اوكي. هو غالبا اكيد هو معنى كده ان هي العمليه بتاعتها كويسه، وان هي شايفه البعيد كويس، انما مش شايفه القريب كويس. في الحاله دي عشان هي كانت تلبس نظاره برضو. العدسات اللي اول حاجه الناس بتلاحظها بعد المايه البيضاء، وبالذات في اول شهر او اول شهرين، ان الدنيا زرقاء شويه. عدسه العين الطبيعيه الربانيه اللي هي بتشال في المايه البيضاء دي بتبقى غير نافذه للاشعه فوق البنفسجيه. العدسه اللي بتزرع اللي هي الصناعيه، في منها في معالجه للاشعه فوق البنفسجيه، انما مش بالدرجه بتاعت العدسه الثانيه. الحاجه الثانيه ان هو كان عنده المايه البيضاء مغششه برضو على عينه، فبيبدا يشوف اول شهر كده ان الدنيا زرقاء شويه، بس هو شايف كويس، بس بعد كده بيروح الزرقان ده، بيحصل تاقلم. الحاجه الثانيه هي زرع عدسه اسمها احاديه البؤره. احاديه البؤره دي يعني اما بتظبط على البعيد، يا اما بتظبط على القريب. يعني اما بتظبط ان هو شايف البعيد كويس ويلبس نظاره للقرايه، او تظبط على القريب فيضطر ان هو يبقى شايف قريب كويس، او بيلبس نظاره للبعيد. فعلا يعني هي في الحاله دي عدسه احاديه البؤره، هي عندها العينتين مظبوطين على البعيد. في حاجه اسمها عدسه متعدده البؤره. عدسه متعدده البؤره هي دي حاجه طالعه لسه بقالها 5-6 سنين، بس بقت النتائج بتاعتها هايله جدا في الاربع سنين اللي فاتوا. بقت في الغالب هي دي اللي احنا بنزرعها غالبا للناس. دي اسمها متعدده البؤره، يعني بتشوف البعيد وبتشوف القريب. بس دي مهمه قوي في الناس، بس ان هم ياخدوا بالهم من الاول، لان كان في يعني على فكره احنا نشر في مصر هي رقم واحد في العالم في زرع عدسات متعدده البؤره. كان في ناس هنرجع لها النقطه دي، لان انا سمعت اخبار حلوه قوي قبل ما نبتدي. يمكن الفقره الدكتور قال لي حاجات عن بلدنا، والله العظيم انتوا لو سمعتوها فعلا هنبقى يعني فخورين بالبلد اللي احنا فيها دي. زي ما الواحد بيلبس بعد ال40 حاجه اسمها عدسه متعدده البؤره او النضاره متعدده البؤره، بياخد وقت شويه عشان يتاقلم. يعني بيبقى باص للبعيد باص قريب، بيحس ان في نوع من الزغلله شويه، لحد ما المخ بيبدا يعمل ادابتيشن او بيعمل التاقلم على هذا الوضع. برضه العدسه متعدده البؤره اللي بتتحط جوه العين دي بتاخد وقت لحد ما المخ يتاقلم. يعني يبقى الواحد يقول لك انا شايف وبعد شويه مشبر شايف. يعني ففي الاول بتاخد من 3-6 شهور عشان يحصل حاجه اسمها التاقلم الكامل. ويبقى هابي ان هو يبقى مبسوط. يعني هو في الاول بيبقى شايف بس مش مبسوط. لحد ما يحصل التاقلم ده اللي هو بياخد وقت شويه، بيحس ساعتها ان هو الدنيا بقت بالنسبه له عاديه. فالاستاذه سلوى يا ريت هي تلبس نظاره عشان تقدر تقرا. هي في الوقت الحالي محتاجه النظاره العاديه اللي هي الجهاز دي بتاعت القرايه. تمام. طيب اسامه، احنا قدامنا وقت قد ايه للاذان؟ طيب احنا انا هستاذن حضرتك، هنطلع فاصل سريع لاذان المغرب ونرجع على طول. مشاهدينا الاعزاء تابعونا، فاصل سريع نسمع الاذان ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء، ولسه مكملين مع حضراتكم، ولسه بنكمل كلامنا عن الليزر والليزك والفيمتو ليزك وكمان الفيمتو سمايل. الحقيقه يمكن الدكتور كان عمال يتكلم في الاول، في اول ما بدانا، عن ان في مشرط وفي والعدسه بتتشال وفي جراحه بسيطه بتتعمل او الليزر. يمكن ناس كتير قوي من اللي قاعدين في البيت ممكن يكونوا حاسوا يا نهار ابيض انا هعمل كده في عيني، بس انا بقول لكم عن تجربه شخصيه، انا واحده من الناس يا دكتور اللي عملت الليزك. الموضوع ابسط مما ممكن تتخيلوا. هي فكره
كلها بتدخلي اوضه العمليات. مش هقول عمليه، هو الموضوع كله بياخد عباره عن 15 دقيقه وبتطلعي بس كده. اتاكد كلامي يا دكتور لان دي مهمه جدا. لا هو بس لما احنا بنقول كلمه مشرط، هو الجهاز اسمه مايكرو كيراتوم. يعني المشرط ده داخل جهاز، بس هو حاجه دقيقه جدا، فهي مش ما هوش مشرط في ايد الدكتور وقاعد بيشف بيه. لا ودي حاجه انا متخيله الناس اللي بتتفرج علينا اكيد عملته بمشرط وعامل كده في عيني. لا لا لا، وده بيقول انا عايز هذا الجهاز. هي عمليه الليزك هي اوتوميتد، هو الدكتور بيراقب بس. فانت بتقول انا عايز الشريحه اللي بياخدها مشرط ده تبقى مثلا 90 مايكرون او 130 مايكرون، يعني هي حتى بيحدد سمك الشريحه دي قد ايه، يعني حاجه بسيطه غايه في الدقه يعني. تمام. ومفيش فيها وجع ومفيش فيها اي حاجه خالص. بس بقول لحضرتك احنا بنتكلم ان لما كان احنا بنقول ايه برضو، ان لما نزل المايكرو كيراتون في الاول ده كان حاجه صايحه، وكان حاجه ان انت بتعمل الشريحه بالمايكرون. انت دلوقتي لما دخلنا في الليزر، الميزه طبعا بتاعه الليزر لما لو قلنا اللي هو الفيمتو ليزك اللي بيعمل الشريحه دي، ان هو بيعملها نفسها بالليزر. يعني ده ضوء، الليزر ده ضوء، ما هوش بقى ولا مشرط ولا حاجه. فضوء بقى او الفيمتو بيعمل الدوده او البلسز اللي هي الضوئيه بتاعته دي، هي اللي بتعمل الشريحه، فبتعملها بدقه متناهيه جدا. حاجه مصر. حاجه بتاخد في حدود 20 ثانيه. وقلنا والاهم بقى ان قوه الالتئام بتاعتها، احنا قلنا يعني حتى لو سريعه جدا، يعني حتى لو الشخص اتحرك مفيش مشكله. دي كانت حاجه من الحاجات المهمه دي كانت حاجه بالنسبه للليزك العادي او المايكرو كيراتون، لو حد اتحرك وعمل مشكله بتاجله مثلا ايه من 3 ل 6 شهور وتدخله ثاني يعملها. لا الفيمتو ليزر انت لو عمل بقى مشكله جامده قوي بتأجله ساعتين لحد ما تأثير الليزر يروح خالص، بترجع قرنية العين كأن ما اتعملش فيها حاجة خالص، وتدخله تاني تعمله في نفس اليوم. يعني بعدها بساعة أو ساعتين. يعني ده دي ميزة في الليزر. الفيمتو سمايل بقى الميزة بتاعته إن ما فيهوش شريحة خالص. يعني ده حاجة يعني كأنك ما عملتش قطع في القرنية خالص ولا ما تفيها حاجة. تمام. احنا معانا أستاذة منى على التليفون. يا أستاذة منى مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا استاذه رنا؟ انا كويسه حبيبتي الحمد لله، اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور انا واحده من اللي حضرتك عملتي لي العمليه فينتو سمايل، انا مبسوطه جدا والله ان انا شفت حضرتك. انا طالبه اشكرك بس والله يا دكتور عاصم. الله يخليك ميرسي. يعني ما تتخيلش والله يا دكتور عاصم انا كانت حالتي ايه قبل العمليه، وحضرتك لما عملتي لي العمليه طبعا انا الدنيا ثانيه والله. انا بشكر حضرتك. طب منى ما تحكي لنا يا منى، انت قبل العمليه كنت ما كنتيش بتشوفي كويس، وفي العمليه كنت موجوعه؟ طبعا. يعني ممكن تحكي للناس اكتر عن تجربتك؟ لا ما كنتش بعرف استغنى عن النضاره خالص، ده بالعكس. يعني انا ما صدقت ان انا بقيت 22 سنه، لان كان نظري بيتغير كل شويه. فلما نظري ثبت كنت مع دكتور عاصم متابعه معاه على فكره من زمان، وما كانش عايز يعملها لي لحد ما النظر بتاعي ثبت خلاص. قال لي تمام احنا مناسبين، ونصحني بالفينتو سمايل. فعلا حاجه فوق الخيال، يعني انا حتى اصحابي جربوا برضو، بس انا فعلا ما ارتحتش الا ما جربتها. اوكي. فوالله يعني بجد والله كان يوم حلو قوي قوي، يعني بسم الله ما شاء الله. والله دكتور ما حسيتش معاه باي حاجه، زي ما بيقولوا عمليه، هي ما تعتبرش عمليه على فكره. الحمد لله على يعني سلامتك. والله ما شاء الله تسلم ايده. والله الناس كلها هنا تدعي له في دمياط، ما تعرفيش قد ايه والله. والله وعامل برضو لوالدتي عمليه ميه بيضاء بالعدسه اللي هي مالتي فوكال الجديده دي. دكتور عاصم يعني احنا ما سمعناش عن حد خالص فيها اللي عنده دكتور عاصم. تمام. يعني حاجه فوق الخيال والله. فانا طالبه والله اشكره، يعني ربنا يا رب كده يزيده. بنشكرك جدا يا منى على تليفونك، وبنشكرك ان انت شاركتينا بتجربتك عن موضوع الفيمتو ليزك ده. هل هي عملت فيمتو ليزك ولا فيمتو سمايل؟ فيمتو سمايل. طب بصي، هو الفيمتو ليزك احنا بنعمله فقط للي عنده طول نظر دلوقتي. ايوه انا عاوز اعرف الفرق، يعني ايه الفرق ودرجه الامان؟ فيمتو سمايل لم يصرح به لطول النظر حاليا. لو واحد داخل يعمل عايز يعمل فيمتو ليزك او يعمل فيمتو سمايل، هي اوريدي نفس التكلفه. هو واحدة. اللي بيختار يا دكتور، ولا الدكتور هو اللي بيختار فيمتو ليزك ولا فيمتو سمايل؟ لا ايوه هي دي بقى ايه نقطه مهمه قوي. الواحد جاي يعني هي الوقت كانت قالت ايه ان هي ما عملتش غير لما جبت 22 سنه. اغلب الناس يقول لك عند سن 18 سنه نعمل العمليه. 18 سنه بس يكون بقاله سنتين النظر ثابت. طب بالنسبه للليزك والفيمتو ليزك اي ده قاعده عامه جدا. طبعًا. ان انا هعمل لواحد عايز واحد عايز يعمل ليزر. ليزر ده هو جاي عايز يستغنى عن النظارة الطبية. رقم واحد يبقى سبب ضعف الإبصار بيصحح كله بالنظارة الطبية. تمام. دي مهمة. الحاجة التانية مفيش أي مشكلة فيه
قرنيه عينه او عدسه عينه هي المسؤوله عن قصر النظر اللي عنده ده. يعني السبب الرئيسي هو انكسار العين اللي هو بيصلح بالنظر، ما عندوش سبب عضوي هو اللي عامل هذا الموضوع. لانه ممكن يبقى واحد او واحده عدسه العين نفسها هي المسؤوله ان قصر النظر قاعد بيزيد. فكل لما السن بتغير العدسه قاعده تكبر وتتغير في الشكل، فده النظر بتاعه مش هيثبت دلوقتي. ده مش الصح بتاعه ان انت تعمل له ليزر، ده الصح بتاعه ان انت تعمل له استبدال لعدسه العين. هي كلمه ميه بيضاء، او احنا دايما بنقول ميه بيضاء مع زرع عدسه. عدسه العين اللي هي ربانيه دي مسؤوله عن حاجه اسمها التكيف الابصار. التكيف الابصار يعني ايه؟ العدسه الربانيه دي لما اجي ابص لبعيد العدسه دي بتشد ترفع فتشوف البعيد كويس، اجي ابص على حاجه قريبة بترخى الشد اللي عليها فالعدسة تدخن فشوف الحاجة القريبة. فدي الوظيفة بتاعتها. فطبعا رقم واحد ان هي تكون شفافة عشان الضوء يبقى نفاذ. الحاجة التانية ان هي التكيف الابصار ده الوظيفة اللي هي الرئيسية بتاعتها. فلو شخص عدسة العين بتاعته هي اللي فيها مشكلة وقاعدة تكبر في الحجم بتاعها وقوة انكسارها عالية، ده قصر النظر ما بتحسنش. ده مفروض ده من اسباب دي يعني دي ما هي ما بنحك عدسه العين لما نقول ميه بيضاء مع زرع عدسه، احنا العمليه الوحيده اللي بنعملها هي استبدال عدسه العين، ان انت بتشيل المكون اللي جوه الكيس بتاع العدسه وتزرع العدسه الصناعيه داخل هذا الكيس. من اسبابها الميه البيضاء ان هي تفقد الشفافيه، او ان العدسه فيها خلل، الاربطه بتاعتها مش مظبطه كويس، فعامله نوع من استجماتيزم عالي. ده مش هيتصلح بليزر، ده يتصلح انك تصلح عدسه العين نفسها. طيب احنا للاسف وقتنا خلص جدا يا دكتور، ولسه اسامه بيقول لي ان احنا اوفر كمان، فانا سريعا جدا في 30 ثانيه بس تقول احنا موقعنا في مصر ايه بالظبط عالميا في عمليات ضعف الابصار بالليزر سواء ليزك سواء فيمتو. مصر هي اللي حطت قواعد عمليات الليزك، لان من سنه 91 لحد سنه 96 كان في اربع مراكز في العالم هم اللي مسؤولين عن هذا الموضوع، اثنين منهم في مصر كانوا في القاهره، وواحد في السعوديه وواحد في اسبانيا تحت اشراف اطباء مصريين. مصر هي اللي حطت قواعد عمليات الليزك، ويعني اشهر اطباء فيها في العالم كانوا هنا في مصر. بعد سنه 96 امريكا بدات تعمل ليزك، يعني هم اتعلموا مننا القواعد بتاعته. لما نيجي في الفيمتو ليزر او الفيمتو سمايل، مصر فيها مركز في اسكندريه تحت اشراف استاذ دكتور اسامه ابراهيم، ده كان من واحد من اربع مراكز بحثيه على تطوير عمليه الفيمتو سمايل. في القاهره كان المركز اللي هو اتفتح للسياحه العلاجيه، ده كان اول مركز في الشرق الاوسط وافريقيا ياخد ترخيص انه يعمل عمليات الفيمتو سمايل، وهو اول مركز برضه عمل 10,000 عمليه على مستوى العالم فيمتو سمايل. اي مؤتمر اوروبي بتعمل عشان عمليات الفيمتو سمايل اذا ما كانش الجروب المصري هو اللي بيقول الليكشرز فيه، يعني هم اغلب شغلهم ايه يعني بره بيتكلموا في الاستاتكس وعملنا كام عمليه وبتاع، انما التكنيكس كلها اعرف ان هي من مصر. المؤتمرات الدوليه السنويه في عمليات ضعف الابصار اغلب الجوائز اللي بياخدها اطباء مصريين. تمام. فاحنا في مجال ضعف الابصار ده مصر لا هي رائده من يعني هي اللي حاطه القواعد، مش هقول لك رائده بقى هي اللي حاطه القواعد اصلا. بشكرك جدا يا دكتور، شرفتني ونورتني. الحقيقه احنا جالنا اس ام اس كتير جدا بس للاسف احنا وقتنا خلص، ان شاء الله تنورنا مره تانية في الاستوديو ونقدر نرد على كل المشاهدين.